طيب الحين معنا سؤال الصملة. يا أنا أخاف منهم والله. سؤال الصملة. معنا سؤال الصملة. حلو. سؤال الصملة راح أعطيك ورقة مكتوب فيها السؤال. من حقك يا فارس جاوب. إنك تجاوب تفصح عن السؤال وتجاوبه أو تكتم السؤال وتعتذر تقول أنا ما أقدر أجاوب السؤال. تفضل. ما أثق. ما في ثقة هنا. لا والله الورقة هذه نحتفظ فيها وأعلمك فيها بعد البرنامج. شوف بقول لك شيء. سم. والله السؤال لو ينكشف. إني لو أريك. شوف أقدر أسويها. شوف أقدر. بس بعد البرنامج أنا راح أفك الورقة هذه. وعد مني لفكها. لو بغيت أفك الورقة الحين بعد البرنامج أفكها. يعني تعتذر عن سؤال الصمت؟ أي والله أعتذر. تعتذر وبقوة بعد.